في عصر تغول الآلة واكتساحها لكثير من المهام الفنية والتقنية، باتت المهارات الناعمة الرهان الأهم في عالم الأعمال. لكن السؤال يقول، هل يمكن أن يتم تعليم المهارات الناعمة لأنها على عكس المهارات الفنية أو التقنية اللي يمكن تعلمها؟ ترتبط المهارات الناعمة في الاستعداد الفطري والتدريب والتطبيق. تجد الدراسات أن الموظفين الأعلى أجراً على نطاق عالمي يشتركون في المهارة الأهم على الإطلاق، وهي التفكير والبعد الاستراتيجي. Now technology is moving at such a pace, it's kind of less important that they come in with tech skills. It's much more important they come in as critical thinkers, great collaborators, great communicators, good team builders or team members, and people who are adaptable, who are flexible, because those are the skills that we need for today and tomorrow's workforce. وفقاً لبحث موسع تم على أكثر من 17 مليون وظيفة في موقع Indeed.com، وجدوا أن أهم 10 مهارات ناعمة باعتبارها الأهم على الإطلاق في الموظفين مهارات عديدة، ومنها التفكير الاستراتيجي، التفاوض، الإقناع، مهارات العرض، التفكير الناقد، الذكاء الاجتماعي. تتجاوز المهارات الناعمة الذكاء الاجتماعي وبناء العلاقات إلى التحليل المنطقي والتفكير الناقد، الفضول وحل المشكلات، ومهارات متقدمة وصعبة. وفي تقرير للينكدإن أجرته في 2018 وجدوا أن 89% من عدم نجاح الموظفين يعود للافتقار إلى المهارات الناعمة، 92% من مسؤولي الاستقطاب ساووا بين المهارات الناعمة والمهارات التقنية. في جوجل قررت الإدارة العليا عام 2013 تحليل بيانات وأداء الموظفين، لقوا أن المهارات الناعمة هي الصفات الأكثر أهمية في كبار موظفي جوجل، من مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وليس على نطاق الأعمال فقط. دراسات كثيرة تثبت أن المهارات الناعمة تساعد الأشخاص على تحسين علاقاتهم الاجتماعية واستدامتها، وتبقى هذه المهارات غير ملموسة وغير قابلة للقياس الكمي، وهي تحتاج التنبؤ والاختبار والمواقف الصعبة، وتعتمد على الاستعداد الشخصي في اكتسابها.